حتى مغزى حتى مغزى عندها الجو قريب 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 لواحد في المغرب ولكن الجو ديالها سبيسيال صراحه من 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 ما نسخاش نرجع شي مره انا توريس ولا صراحة. اما قبل كنت واش هذا العين هذا ياك هي عيون ياك شنو اللي تغير معناها من الزياره الاخرى نتاعنا لإميدر بانه واحد القافله اللي عطات واحد النفس اخر للحراك صراحه وتا الدراري بزاف الجنسيات حتى الناس حسوا بانهم القضيه ديالهم عالميه ماشي غير في المغرب قول لي هاد الماء كيكفي الوحيات كبير هاد الماء كيغطي الواحه كامله هو هذا الماء والحاجه يجي من الجزائر هذا يا حسره هذا يسمى معناه ماهوش قوي برشا ناقص اي الي بوك قبل معناه الماء اقوى من احنا البلاصه اللي موجودين فيها تو هذه قبل ما كناش نجموا نمشوا فيها معناها الغارقه والنيفو عمره في الماء حتى النيفو نتاع الماء يوصل نيفو كبير برشا نتاع الماء ديك البنايات تعاش أو مقبل معناها كل هم عاملين رمزيه الحكايه معناها على اساس شوف هذه ديار كل البربريه فهمتني ولا كشي اللي بغيت الو اهلا بك صباح لاباس امور الحمد لله ايوا والمستعمر على الاقل الهاله بالضيعه في الفتره ما كان اسمه موس دورولي ديجا خدم اهالينا حتى ممكن ما يسمى بقانون الصخره معنا خلاهم يشزروا لها النخيل وحط الناس اللي رفضوا الاستعمار نتاعه حطهم في الاحباس ومن بعد استتب له الامن وقعد يستغل في الارض نتاعنا المهم في 56 وقت استقلت البلاد اهالينا تفاهموا مع الدوله التونسيه في الفتره هذيك باش يدفعوا حق النخل والارض باعتبار ان الارض ارض الجمنين لاهالينا الجمنين باعوا كل ما يملكوا وخلصوا الحاكم في اشترى المبلغ باش يستردوا بها النخل بفلوسنا اللي باش نرجعوا بها النخل اش عملوا بها بعض المشاريع التجاريه المربحه جلي المستعمر لكن جانا مستعمر من اولاد بلادنا معناه وعاودوا حتى الدوله على ايدها على الارض وقت جات الثوره المجيده شباب جمنا كان عنده ايمان قطعي ان الارض ارض اجدادها ومن عمرها كان سلمنا فيه ومن وقتها قعدت تحت تسيير في الاول لجنه حمايه الثوره كما تعملت في القرى كل والمداشر ومن بعد اسسنا ما يسمى بجمعيه حمايه وحد جمنا صدرت في الرايد الرسمي بتاريخ 20 مارس 2012 ومن وقتها جمعيه حمايه وحد جمنا هي اللي تسير في الضيعه هذه كل عائله عندها نصيب ديالها في الواحه لا مخلينها وحده متكامله احنا ما قسمناش العيالات قاعده معناها متكامله واحده اشتراكيه يعني بيزوم احنا الشعار اللي رفعوه جماعه لجنه الدعم اللا مشروط لجمنا المنفعه العامه قبل الربح الخاص واحنا التزمنا بهذايا معناها
وبالفلوس اللي صورناها طيلة الست سنوات والثورة على الأقل على مستوى البنية التحتية متاع البلاد قاعدين نحاول باش نحسنها. بنينا قاعات في المدارس الابتدائية، بنينا قاعة متاع الرياضة مغطاة في الليسيات متاع تشوفوهم الإنجازات بعد، بنينا سوق مغطى وهو الوحيد في ولاية قبلي، شرينا أمبيلونس سيارة إسعاف حتى الموتى استفادوا من جمعية حماية الحاج جمن. جينا للمقبرة على الأقل عملنا فيها مدخل جيد، واجهة جميلة. الآليات ديال سير واحد الواحة ديال الاستفادة ديال الجميع، كيفاش تجربتكم في تسيير هذا المسار؟ جمعية حماية الحاج جمن هي اللي تسير في الضيعة وفق معناها قرارات جماعية ناخذوها في إطار الجمعية، هيئة الجمعية، وفي إطار ما نسميه احنا الاجتماع العام اللي يصير في ساحة جمنة معروفة، يحضروا الجميع جميع المواطنين يحضروا ويعطوا رأي ونرفع الرأي للجمعية، والجمعية تتبناه وتسير على الأساس هذا. معناها تجربتنا عندها مساس بالممارسة الديمقراطية الشعبية الصحيحة المباشرة. احنا نعتبر أنفسنا نتحمل مسؤولية تجربة، تجربة تقطع مع الموجود وتقطع مع السياسات اللي يكون فيها المنتفع شخص. تجربتنا تقوم على أن يكون الجميع منتفعين. هذا يتنح من النخلة ذكر فهمتني، ويتنح بالشمروخ نقولوا هني، يطلع لنذ يحل ينح الغلاشة من أمن وينح ثلاثة أربعة خمسة، أنت هو العرجون تاعك يحطها بس على طول كما كان ويكبس بسعفة كما هذيك هنا من غد يغزر كيفاش هذاك تلقى حتى العمال الزراعيين في مناطق الحرام حابين يعملوا نفس الشيء ولا لا؟ سلموها في الزعفران ولا سلموها في الدولة؟ سلموها للدولة حكم الشعب زي كذا حكم عندهم مش يكونوا كف معنا زي ما احنا هنا في الدنيا ما يخدموش لا مش هنا بالجملة هنا ناخذ مكافأة الدولة مع خدمات لكلف له مع الناس سياحة مع الناس شركات مع الناس ناخذ مكافأة الدولة في الغيب على طول في الغرب معنا مع الناس زي دوس تاك عندهم سياحة برشا واحد يخدموا السياحة أكثر ما يعتنوش بالفلاح لا هنا عندنا كلف له نعطيه كل كي حياتك هذيك حياتنا كلف له